وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد الأستاذ ياسر بن مصباح خبير استراتيجيات الاتصال الحكومي والأمني ورئيس المؤتمر العربي 12 لجهاز الإعلام الأمني من تونس، أكد على أن التنسيق الأمني المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ينعكس إيجابا على أمن الخليج والمنطقة بالكامل. مجالات التعاون والمجهودات التي تقوم بها وزارة الداخلية البحرينية والمؤسسة الشرطية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومثل هذه المبادرات والتنسيق العربي المشترك سيكون له أكيد الانعكاس جد إيجابي على أمن البحرين، أمن الإمارات، أمن الخليج، وأمن المنطقة العربية بأجمعها.